السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا يا أهلا، إيه الأخبار؟ ازي حضرتك يا مس؟ الحمد لله تاني، إزيك؟ الحمد لله. طلع عينيا بس، طلع عينينا بس. مذاكرة 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 مذاكرة. لا بس ده أنت لسه ما شفتوش حاجة، اصبروا الضرب جاي. لا احنا لسه في حاجات تانية؟ إيه ده، إحنا بنسخر بس. تعرفي إن أولى ثانوي دي أسهل مرحلة خالص من اللي جاي. السلام عليكم. دي اسهل، هي والله بامانه بامانه من غير تهريج، هي سهله بس انتوا بس ايه، الخضه، هي الخضه بس بعد كده لا، بتفكروا. في ناس قالت لي عكس كده، يعني في ناس قالت لي هي عشان بداية شكل جديد من الدراسة بس ما فهتبقى صعبة. ماشي، بس المحتوى لا، هي بس بص على حاجه، اول شهر هو اللي بيبقى صعب، اول شهر ليه؟ انت اول مره بتاخدي ادب، اول مره بتاخدي نحو بالطريقه دي، بس على مثلا الشهر الجاي خلاص الموضوع هيبقى سهل، مع ان منهج اولى هي من الحاجات الكويسه ان مخليين منهج اولى سهل مش صعب. يعني مثلا انا المفروض امشي، لو همشي بترتيب الزمن مثلا الجاهلي، بعد الجاهلي اخد المعلقات، قال لك لا المعلقات ده ضرب جامد قوي، خليه السنه الجايه، فمسهلوا الموضوع، المنهج سهل والمحتوى سهل، بس هي بس ايه، الطلعه، بس هي الطلعه، انت اول شهر اتمرنا وحلينا. الناس اللي بتقول لك ان هي اول سنه يبقى هم ما حلوش طول السنه، هم قعدوا طول السنه ما بيحلوش، فهي السنه كلها صعبه، فاهمه قصدي؟ ايوه انت لو بتحلي من اول السنه الموضوع هيبقى سهل. يا جميل. اهلا بيك يا جوزي، ازيك يا جوزي؟ زي حضرتك يا مس، الحمد لله. ايه اخبار الغدا، ذاكرتي؟ انا بعت لحضرتك اللي حصل لي امبارح ايه اللي حصل؟ وقد ايه الموقف كان رهيب من ناحيه ان انا لا مش يا عارفه رب، اقرا الكلام اساسا. ايه اللي حصل؟ مبدئيا كده انا هو في الشعر، اسئله الشعر جاب لي اول سؤال اجاب الاسئله التاليه، 5 اسئله اوضح وبما تفسر الكلام ده، وجاوبت عليهم كلهم الدنيا ايوه، تمام. من بعد كده الدنيا ظلمت، ايوه من بالظبط بعد كده. كده انا حسينا نفسنا بنتشتم، احنا كلمنا بعض اصلا، احنا البنات كلمنا بعض ان احنا بنتشتم يا جماعه، انا على انتوا فكره ما غلطتش بتشتمونا. في واجب عشان عارفه كده، بس احنا بنتحاول. بصوا بقى المشكله في ايه، ان انا مثلا السنه اللي فاتت كنت بقول لبنات الاسئله اللي فوق ما بتجيش، فنركز في الاسئله اللي تحت، السنين اللي قبلها الاسئله اللي تحت ما بتجيش، هركز في الاسئله اللي فوق. انتوا سنه جميله، الوزير قال ان احتمال يرجع المقالي اللي هو اللي فوق، او اللي يعني انت فاهمه، مش عارفين بقى احنا هنعمل كله. احنا مش هنسيب حاجه، كله موجود. طيب انا ضايقني اول الاسئله المقاليه اللي فوق دي تتبعت، مفيش مشكله، واصححها لكم ما نضيعش فيها أنا وقت، بعتها، ولا أنا ايه؟ بعتها. ما هي دي دي سهله، يبقى دي تبعتوها لي، ما تبعتوش كله عشان بس ما تبقاش الدنيا مش منظمه بالنسبه لي، ابعتوا لي الاسئله اللي فوق. هو احنا اتنين بس ولا حد تاني معانا؟ ده فين روان؟ بس روان بره، وأصلا النت عندها ضعيف. طيب يبقى احنا هنبدا باذن الله، كده كده انا بسجل الحصه، فممكن تسال في الكلام. يعني هي الحصه مهمه، فانتوا عرفوها انها مهمه ولازم تدور عليها، ماشي؟ تمام. تمام. نبدا النهارده بالسؤال الاولاني، من اول ايه، اقرا الابيات ثم اكل، الرسائل الجميله اللي الدنيا ضلمت فيها، صح؟ هي طيب دي. قال لك ايه امرؤ قيس عوجا على الطاوله، مين اللي هيبدا، مين اللي هياخد الطاوله الاولى؟ والله يا مست حضرتك اقري البيت واحنا نجاوب يلا انت اللي عشان هتكتب، نبقى يلا يا رضا. شاذة، يلا يا شاذة، تعالي يا شاذة. الصفي قال لك ايه، عوجا على الطلل المحيد، يا لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خذام. خذام هنا هو جايب لي عوجا يعني ميلا، والمحيد يعني بجد، يعني ايه، احود معايا كده على الطلل ده عشان نبكي على الديار، مش ده معنى البيت؟ على بيت مثلا، لو انت مثلا حبيبتك مثلا، يعني انا قعدت اشرح لنفسي، حبيبتك مثلا في مدينتي وانت ساكن في الزمان، ايوه فانت معدي على مدينتي كده شفت بيت حبيبتك القديم بعد ما سابته، فقعدت تبكي على الاطلال. ايوه لو تعالى حود على الزمالك نقعد ايه، نبكي على الاطفال، ايوه فالشطر ده يجي الشطر الثاني نبكي زي ما بكى ابن حذام، مين خذام ده؟ حذام اسمه، فيقال ان اول من بكى ديار امرؤ قيس. الجمله دي كده صح ولا في حد ابكى قبله وهو بيقلده؟ طيب البكرة أول واحد بكى كان ابن خزام. ما نعرفش بقى، هي كان في فعلا مقوله مشهوره ان اول حد يبكى على الاطلال كان امرؤ قيس، فقال لك لا هو نفسه دي بيت بيقول انا بقلد واحد تاني، صح كده؟ نعم ده صعب صح. يا جماعه، صعب ده؟ لا يا بس سهله، امال الدنيا سهله هتيجي ايه؟ تظلم، اصبروا اصبروا هتيجي تظلم. والله لا لا والله، انتوا بتحاولوا. يلا يا شاذة، يلا يا جودي، عمرو بن كلثوم، انا بساعدكم بس بعد كده مش هساعدكم، انا هقرا معاكم كده بساعدكم، ما تاخدوش على كده. ونشرب جميل. وردنا الماء صفو، ونشرب غيرنا كدرا، الابيات دي من الابيات الخالده الناس كتير حافظاها.
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فاهمة إيه اه اللي دي؟ خلي بالك عايزين نتفق حاجة، أنا مش شرط عشان أحل بلاغة أو نحو أو أي حاجة أبقى فاهم كل الجملة، أنا ممكن أفهم بس حتة صغيرة وأبني عليها وأحل وأطلع التشبيه وأطلع الاستعارة وأعمل كل حاجة وأشرح وأعمل كل حاجة. فإيه اللي أنت فهمتيه تشاش كده؟ ان احنا هو مفروض بيفتخر ان هو مش عايز يجهل زي الجاهلون السابقون وكده. ده بيقول لك ايه؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين، فوق هنعلي عليه كمان. انت عارفه مش احنا قلنا اتسمى جاهلي عصر جاهلي ليه؟ نسبه لايه؟ الجهالة جهاله، هو فعل القبح بعلم واراده. فاكرين ساعتها في الشرح قلت لكم ده هم ليهم ابيات بيفخروا بجهالتهم، بيفخروا ان هم عندهم جهاله. عارفه بالبلدي كده يعني ايه بيتغابوا؟ اللي هو بيتغاب بيقول لك احنا اللي يتغاب عليه احنا نتغاب عليه اكتر منه. فنجهله فوق جهل الجاهلين. طيب اول حاجه ايه الغرض اللي في الابيات ده؟ هقول لك بص على حاجه، الاغراض كلمات جديده بالنسبه لي، هي اول مره اعرف يعني ايه هجاء، يعني ايه مت، بس بعد كده خلاص بقى معايا روان داخله. ايوه انا لسه بعتلي حالا بتقولي ثواني وداخله. طب استناها، استنى معايا الطلعه دي، مش الحته دي مني. يا اهلا يا اهلا، ازيك يا روان؟ ازي حضرتك يا مس؟ الحمد لله. بصي يا حبيبي، افتحي معايا تدريبات تدريبات الادب الجاهلي. معايا طب روح، نعمل PDF يعني؟ لو معاكي الكتاب افتحي، معاكيش افتحي بي دي اف. أنا مش معايا الكتاب دلوقتي. بي دي اف بس بسرعه، طب ثواني ثواني. عربي بسرعه بس على مهلك. خلاص يا روان، ثواني اصلا بره، اصلا محتاسه ثواني. طيب تمام، صفحة كام بقى؟ ثواني نشوف الصفحة، صفحة 99 صح كده يا بنات؟ فاهم. بس ثواني ايوه يا مس، خلاص جبتها. تمام. بصي يا ستي، احنا هنبدا في السؤال رقم ب، السؤال الثاني بتاع قال عمرو بن كلثوم، شايفه؟ اه شايفاه. طب فاحنا بنقول ايه؟ ان انا مش شرط ابقى فاهم كلمه كلمه عشان احفظ. هو عمرو بن كلثوم مين اللي كانت بتحل معايا؟ جودي. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيبا، الا لا يجهلن علي احد احد علينا فنجهل فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا بيقول، ففاكرين الجهل معناها ايه؟ فعل القبح بعلم وإرادة، اللي جاية منها كلمة الجاهلية صح؟ وقلنا ساعتها إن هم الجاهلية جاية من جهالة. من الجهالة، وقلنا ساعتها إن هم مش بس بيفعلوا الجهالة وهم عارفين إن ده قبح، لا ده هم أوقات ليهم أبيات بيفخروا بفعل القبح، زي بيت عمرو بن كلثوم فبيقول إيه؟ ألا لا يجهلن، يعني حد بيفعل معانا فعل قبيح، فإحنا بنعمل إيه بقى؟ فنجهل فوق جهل الجاي، إحنا هنعمل جهالة أعلى منه. فهمتيها؟ اه اه. كانوا بيتنافسوا في الجهل. ايوه. فجودي دلوقتي هتقول لي ايه الغرض؟ ايه الاغراض دي؟ فاكرين ان احنا قلنا نهج القصيده بيبدا بغزل وبعدين بقاع او غزل وبقاع الاطفال وبعدين وصف وبعدين يدخل الغرض الرئيسي. صح كده؟ الاغراض صح. الرئيسيه هي الموضوعات اللي بيتكلموا فيها. ليها اسامي محدده، يعني ايه؟ انا عندي مثلا اول حاجه الهجاء، يعني ايه هجاء؟ ان انا اشتم حد. ليهم قصايد بيشتموا بعض. والهجاء دي هجاء فردي، يعني بشتم شخص، وجاء قبلي، بس بشتم الراجل بقبلته. خلاص كده؟ معنى كده تمام. فهمت الفكره؟ لا هناخد كلمه كلمه نفهم معناها، الهجاء فهمناه ولا لا؟ فهمنا. تمام. طيب المدح، يعني انا مش الهجاء ان انا اشتم حد، المدح ان انا ايه؟ اوصف صفاته الطيبه. بس خلي بالك لما انا بمدح نفسي يبقى اسمه فخر. ده الرقم تمام. فخر.
يعني ايه، انا بقول حاجات كويسه في نفسي او قابلتي يبقى فخر، بمدح حد تاني او بتكلم عن حد تاني كويس او قابلته يبقى اسمه مدح. عارف الفرق بين المدح والفخر؟ واكتبي في الكتاب علامات، يعني اكتبي اللي انت حاجه تفهمك، يعني مفيش مشكله اكتبي دي معناها كذا، اكتبي اللي انت عايزاه. طيب اخر حاجه الرثاء، الرثاء اللي هو ذكر الصفات الطيبه في المتوفى، الشخص اللي ميت نقعد نقول عليه ده كان طيب، ده كان جميل، ده كان مش عارف ايه، ده الرثاء. والرثاء اللي بتيجي كتير ودايما بتنسوه، يعني دايما كل مره تقوليها يعني ايه رثاء، فاتمنى ان احنا ما نقوليش يعني ايه رثاء تاني. طيب عرفنا كده، حد مش فاهم يعني ايه هجاء او مدح او فخر او رثاء؟ لا كله تمام. تمام. يلا يا جودي قولي لي ايه الغرض بتاع البيتين دول؟ الفخر الفخر. مين مش فاهم ليه فخر؟ جميل جدا. ايه؟ فاهمين يعني ايه دي فخر، اللي اسمها فخر ولا لا؟ لا دي فخر عشان هو بيفخر بنفسه وبعيلته ان هو جهل وبيعمل حاجات جهل طيب جاهلية. عارفه البيت اللي بيقول ايه؟ ونشرب ان وردنا، وردنا يعني ذهبنا لمورد الميه. لما نروح نشرب الميه بنشربها ايه؟ صفوا، بنشربها صافيه. واحد غيرنا بايه؟ ويشرب غيرنا كدرا وطينا. النبي بيفخر بان هم بيبقى ليهم السبق في الموارد وليهم مكانه عاليه يعني. ها فهمنا الابيات؟ خلوا بالكم فهم الابيات مهم ليه، والاسئله، لان الاسئله والابيات بتتكرر. امتحانات كتير بتيجي من كتاب خليل كوبي كده. فتمام فهمناه؟ أنا كده تمام. يلا روح السؤال التاني، استنتج بين البيتين سر تسمية العصر الجاهلي بهذا الاسم. مين الجواب يا باشا؟ كده جهالتهم. بتكتب ايه؟ اوكي بس يبقى استنتج، يبقى تقولي لان في البيت الثاني يفخر، لازم ما دام في حته بقى في سؤال استنتج، لان احتمال يرجع مقالي. سؤال استنتج ده كان اول اختيارات، كان الموضوع واضح وبسيط. دلوقتي عشان احتمال يرجع مقالي فانا لازم اجابتي تبقى كامله، فانت هتقولي انا استنتجت من البيت الفلاني او من الجمله الفلانيه انه بيفخر بجهالتهم، فلذلك سمي العصر الجاهلي بهذا الاسم نسبه للجهاله وفهم القبح بعلم وإرادة. بتبقى اجابتك عباره عن جزئين، جزء اللي انت تطلعيه من البيت وتشرحيه، وجزء اللي انت مذاكراه وتربطيهم ببعض. يعني يعني ايه، في ناس بتكتب اللي هو موجود في البيت بس، وفي ناس تشرح اللي هي عارفاه بس، لا لازم تربطي الاثنين سوا. فهمنا بنجاوب السؤال ده ازاي؟ يعني كده تمام. الإجابة هتكون إزاي؟ اللي هتكون الإجابة إيه؟ يبقى هو اللي استنتج من البيتين سر التسميه، هتقولي في البيت الثاني بيفخر عمرو بن كلثوم بالجهاله، وهنا الجهالة هي سبب تسمية العصر لهذا العصر بهذا الاسم، وهو فعل القبح بعلم وإرادة. تمام. تمام كده؟ هي عيد تاني ولا تمام؟ لا بس لا تمام. تمام. مع بصوا يا جماعة في التصحيح لو هو رجع مدرسين بيصححوا، وده غالبا اللي هيحصل. عايزة أقول لكم حاجة، اللي أنت كاتباه وهو كله غلط، مش حاجات غلط، هي الاسئله فعلا بيجي الاسئله، اسئله بتبقى وجهات نظر. والله انا شايف يعني مثلا بيجيب لي مثلا قصتين ويقول لي انت مأيد اي وجهه نظر، طب ما انا من حقي ابقى مأيد وجهه نظر ان حرام يعني حر، صح كده؟ صح. في نموذج يبقى اجابه ويقول لي ان الاجابه كذا عشان كذا كذا كذا. فانت لما بتقولي كتير انت بتدي فرصه للمدرس يديك اجابتك، يديك الدرجه. ازاي؟ الكلام الرغي الكتير ده اللي هتكتبيه ممكن كلمه كلمه او جمله ليها علاقه بالاجابه من بعيد، انا مش هديكوا جزء من الدرجه، المدرسين مش هيديكوا الدرجه كامله، ساعتها بيديك الدرجه كامله. بس انت دي فرصه، ما انت تجيب، ما تبقيش مجاوبه غلط ومختصره في الكلام، اعمل ايه طيب؟ فارغي ارغي. الله يبارك. خلاص كده؟ تمام. الاسئله المفتوحه اكتبي كتير. ليه؟ لان الاسئله المفتوحه المفروض فعلا معظم الاسئله فعلا بجد من الحاجات اللي مش مظبوطه في النظام، يعني في النظام في حاجات كويسه وحاجات محتاجه تعديل. ان الاسئله دي مفتوحه وما فيش حاجه اسمها وجهه نظر صح وجهه نظر غلط. فانتوا اكتبوا كتير عشان تدي الفرصه للمدرس يديك الدرجه، وفعلا لو المدرس بيصحح بتبقى فعلا بيبقوا معاك وبتاخدوا درجات، يعني بتبقى درجات فعاليه. نرجع تاني للابيات الجميله بتاعت مين اللي عليه الدور؟ شذا. بتلفوا تلفوا وترجعوا لي. ما ايوه، ما احنا دور، ما دور في فكرته كده صح. تمام. طيب يلا، قال الأعشى، إيه رأيك ما تجربي تاني؟
بلاء، انا جربت في البيت بلاء اسمها مني. لا 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 حبيبي، احنا ما جربناش بتهزر؟ كتير. يلا تمام. قال عشان ايه الكبير مش مهم بالاسم. اللي هتتريق، اللي اصبر يا ميس معلش استني، اللي هتتريق هتبقى في نهاية صحبة. ماشي يلا يا بنتي شكرين. خلصي، انت ايه وقد ما تخلصي يا شوزه، في ساعه اسمعي عشان تقري لي بقى. وفاقه وعمان فحمص فرشلم، اورشليم، رشلم اورشليم اللي اللي هي هي القدس. أتيت النجاشي في أرضه، والأرض النبيط، وارض وأرض النبط، العجم، وارض النبط او ارض العجم. وأرض العجم. ألم تر الحضر إذا أهله بنعيم، وهل خالد خالد من من نعيم؟ نعيم. ما علينا يعني، اجمالا كويس مش وحش، ماشي. والله مش وحش مش وحش. انا بقى عايزين نتعلم، انا مش هشرح الابيات دي غير بعد ما تحلها. احل ازاي لو انا مش فاهم كل الابيات؟ بس هي ما فاهمين طشاش كده. اول سؤال، استفد من الابيات غاية بعض الشعراء من الشعر. سؤال ذكي. هو أنا في أول بيت هو اجيب لك بيعمل الشغل ده عشان المال، للمال. خدت درجتك وانت عظمه على عظمه. يعني انا مش شرط ابقى فاهم كل كلمه عشان احل. هو قايل لي المال، استنتج الغلط المال، يعني مش شرط ان انا مش فاهم الابيات. خلاص هقفل خلاص. يلا يا جودي، مين مش فاهم اجابه السؤال ده؟ لا تمام. تمام. هنا سؤال بقى يشوف الناس المذاكره مع الذكاء الاثنين سوا. استنتج من الابيات اقسام البيئه الاجتماعيه التي يعيش فيها الادب. فاكره البيئه الاجتماعيه كانت متقسمه ازاي؟ البيئة الاجتماعية اللي هم ان كانوا قحطانيين ولا عدنانيين. طب دي تقسيمه، كان في تقسيمه ثانيه؟ مستقرين ومتقين. اللي هم اهل حضر ولا بدو؟ بصي ركزي معايا، بجاوب الاسئله دي ازاي؟ اول حاجه بيقول لي اقسام، استنتج اقسام البيئه الاجتماعيه. انا رحت ذهني كده مستحضره الاجابه اللي عندي في الكتاب اصلا، ان ليه اقسام كذا وكذا، واروح ادور على في الاجابه، يعني اللي انا عارفاه ده اروح ادور عليه في الابيات. فاهمين بنعمل ازاي؟ يعني انا دلوقتي هو بيقول لي استنتج البيئه الاجتماعيه، والله انا عارفه بدو ومرتحلين وعرب شمال وعرب جنوب. هروح اقرا الابيات وادور على اي حاجه من الاربع اقسام دول. عرفنا بنجاوب الادب ازاي؟ تمام يعني مثلا تمام احنا خدنا خصائص الشعر، يقول لي استنتج خصائص من حيث المعاني، والله كانت واحد اثنين ثلاثه، فانا ادور على حاجه من الثلاثه موجوده. يبقى انا بربط الحفظ بالابيات اللي موجوده، ما ينفعش احفظ لوحده ولا ينفع ابقى ذكي وبحل كده، لازم اربط الاثنين سوا. يلا يا جولي طلعي لي من الرغي ده حاجه ليها علاقه بالثلاث اقسام والاربع اقسام. وانا قلت لك هو بيتكلم عن الترحل والاستقرار، ايه رايك؟ هو الابيات هنا بيقول ان هو بيرتحل ولا مستقر؟ ما بيعرفش تتحل. ايوه عمال يقول لي انا مش فاهم حاجه، بس انا شايف اسامي ممكن كتيره صح؟ انا مش فاهم اي حاجه في الابيات، بس اهو هتقولي لي يبقى استنتجت ان هو هنا من عرب المرتحلين لانه ذكر اسامي المدن اللي كان بيتنقل فيها. وصلت الدنيا تمشي ازاي؟ انا مش فاهم حاجه خالص، بس انا خدت بالي مثلا عمان حمص ونجاشي ده اسامي المدن. طب هو بيقول لي بيئه اجتماعيه، بيئه اجتماعيه يبقى هنا كده بيتكلم عن الترحل، يبقى هو الراجل ده من عرب المرتحلين البدو. صعبه ولا سهله؟ سهل. سهله. يلا يا روان، الى اي بيئتين اجتماعيتين ينتمي الشاعر؟ وده اللي ما يقول هنا استنتج من الابيات. هي نفس السؤال على احنا جاوبناه. حد عنده سؤال؟ نعم بس اللي استمع. هو هيبقى البدو صح؟ الايه؟ فمن أهل البدو صح؟ إنهم كانوا عربي. بيرتدوا ايوه مرتحلوا. بص بص على فكره جت السؤال اللي فوق، استنتج من الاقسام البيئات اللي معايا. هو ما سالنيش عن بيئه الشعر، تمام؟ هو اللي يعيش فيها العرب دي موجوده في البيت الاخير، في ناس اهل حضر واهل بدو، تمام؟ السؤال اللي بعده هو تمام استنتج بيئه الشعر نفسه، تمام؟ فهمت الفرق؟ تمام طب انا شاكك في تمام الاثنين، الاثنين انا لو كتبت والله انا استنتجت ان في عرب في عرب بدو وعرب مرتحلين، وان الراجل ده ينتمي للعرب المرتحلين في السؤال رقم ب والسؤال رقم ج، ورحت نقلتها، انا كده واخد درجتي. انا كاتب كل حاجه هنا وكاتب كل حاجه هنا، شك في اكتر من حاجه ارغي. الله يبارك ارغي. خلاص تمام يلا تمام يا روان خلاص كده. عايزه لو انا اللي جاوبت
انا جبت. يلا رايح ايوه يا مس، غير الابيات. اي ابيات انا اقرا ابيات انا ايوه يديك يديك ليه يا مس ما جاش عليا، ودينا يا اقرا. مس؟ يلا يلا ماشي، يلا. اللي هي قال اسعد كامل الكامل صح؟ عيب سالي، طيب سالي تخبري عن كل تخبري ولا تخبري؟ ايه يعني بالمنطق كده، هي هتسأل وهي اللي هتخبر ولا تخبر؟ يعني هي اللي هتقول، هتقول إجابة ولا مستنية إجابة؟ هي مستنية إجابة. أتخبري مبني للمعلوم ولا تخبري مبني للمجهول؟ تخبري مبني للمعلوم. هو بقى المفروض تبقى تخبري ولا تخبري؟ تخبري. تخبري. طب كملي كملي كملي، هي الأبيات ماشي عن يعني كل إيه؟ تخبر الباء عليها فتحة، تخبري الباء عليها فتحة، تخبري مش تخبري. الباء عليها ايه؟ مس اقسم بالله الشمس ضاربه في عيني مش شايفه، بس اوكي تمام انا اسف اسف، خلاص كملي كملي. عليها فتحه. عن كل محضي الشمائل، وعن كل في فياض اليدين مقاتل. تمام. لا. وسيري وسيري صح، وسيري اريكي الملك، الملك او الملك. وتنظرينه بيمينك، بيمينك إرثاء إيه؟ طيب انت في صميم المقاول. تمام طيب. أنا عامة مش فاهمة حاجة. أريكي ذرة قحطان، حيث ابتنى لها. ابتنى لها أبوها قصورا حكمت حكمت بالسنادل. بالجنين، أو طيب انا حكمت مش هشرح بالجنين. غير بعد ما نحل، مش بقى مش هنشرح قبل ما نحل. يعني عايز من دلوقتي حددي لي سمات شخصيه العرب اللي قالها الشاعر من الاختيارات. انا هقراها لك، لو انت مش شايفه هو اتكلم عن الوفاء والشجاعه ولا الصبر والوفاء ولا الكرم ومنازله الاعداء ولا نجده المستغيث والبحر. مشكلة ان انا مش فاهمة اصلا البيت، طب انا هقراها لك بس مش هشرحها. استنى بيت. لا لا تمام هحاول انا استنتج. ايوه، حاولي تستنتجي. سلي تمام تخبري عن كل محض الشمائل، وعن كل فياض اليدين مقاتل. ها ايه رايك؟ مقاتل ايوه يعني منازلة الأعداء. ايوه وفياض اليدين يعني فياض تمام اليدين. فياض اليدين يعني كريم، تبقى الكرم ومنازلة الأعداء. بس كده. برضو من الحاجات تمام المهمه، انا مش يعني اقول لك، احنا المتخصصين اوقات بنضطر نقرا البيت مره تانية عشان نفهمه، فاكيد حضرتك مش اول مره هتقريه تفهميه ولا ايه؟ اكيد. أكيد فلو سمحتي الابيات تتقري 3 مرات، 3 مرات. احنا دلوقتي عشان بادئين 3 مرات، يعني في الامتحان لما يجي وقت الامتحان ربنا يسهل. دلوقتي قبل ما تحلي، قبل ما تقولي انا مش فاهمه ومش عارفه احل، تقري الابيات كذا مره. دي حاجه. تاني حاجه احط في ذهنك ان انا مش لازم كل كلمه ابقى فاهماها. خلاص كده؟ يبقى صح زي ما تمام تمام قالت. الكرم ونزلت الاعداد، الاعداء مين الاعداد دول؟ شذا كذا. انا لو بس وجودي بس راح فين؟ طيب قحطان فيما يتعلق بالعرب في الجاهليه، الكلمه دي بتدل على ايه؟ القحطان هي مش هو كان عندهم، كانوا متقسمين لاثنين ايوه هو في ده الشمال عيب. والجنوب، هتقولي بتدل على ايه بقى؟ ان هم كانوا هي متقسمين. تدل على نسب العرب من جهة الجنوب الى الجد الاكبر القحطان اللي وتشرح هم ان في القحطانيين. شمال لعدنان برضه. كملي ره. صعبه دي؟ نعم سهله كده ولا صعبه؟ تمام. الدنيا بدات تمشي معانا ولا لسه برضه مش فاهمين حاجه؟ لا لا تمام الحمد لله. هنا الراجل بيقول لها ايه بقى؟ بيكلم محبوبته، وكانت من الطرق انه ينقل من حته للتانيه. يعني مثلا مش احنا عارفين في اوقات بيبقى بيت فخر والبيت اللي وراه بيت، مثلا غزل البيت اللي وراه وارد يبقى فخر، صح؟ تمام في اوقات الراجل يروح ناقل من البيت للتاني من غير ما يبص. يعني واحد بيكون بيكلم سلمى والبيت التاني يروح عادي احنا كذا كذا كذا. واوقات زي مثلا واحد زي عنتره يروح يربط الابيات ببعضيها، فمثلا عشان يخرج من الغزل ويدخل في الفخر راح قال لها ايه؟ ولو سالتي علينا هتعرفي ان احنا كذا وكذا وكذا وكذا. فهمتي؟ يبقى اول حاجه سالي تخبري هنا بيربط من غرض للتاني، ما يهمنيش. فلما تسالي هتعرفي ان احنا أهل شمائل عليا.
فاحنا مثلا فينا كل فياض اليدين، يعني كريم ومقاتل شجاع، ولو مشيتي في اراضينا هتشوفي الملك وهتشوفي ميراثنا ارثنا من صميم من اهل من جدودنا، وكان وكل دي ذره مرتفعات قحطان اللي هو بهن ابونا، وكانت قصور ايه حكمت بالجنادل حكمت بالقوه. فهمنا ابيات ولا ايه؟ تمام يلا يا تمام حبيبي يلا هتجاوب حلو. جودي. طب يلا جودي مش هتجاوب. طيب ماشي يا جودي شاطر. هجاوب انا خلاص هجاوب انا لا عشان ما جودي ازعلش حضرتك. لا جودي يلا يا جودي. ايوه ولا ما جاوبش؟ يلا تمام. قال عدي بن وداع الازدي عدي بن وداع الازدي، ها ارى لهوا تعرض للفراق، وبين بعد بين واتفاق. باينة حاطط عليها رقم صح؟ اه نسيتي تشوفي معناه. فراق. الله يبارك لكم. كلمة باينة لو قابلتنا تاني، وكلمة منية، كلمتين دول كم كلمة كده اكتبيها في كشكولك، في ظهر كشكولك، في ظهر ايدك، في على الحيطة، اعمليها في اي حتة. كلمة باينة معناها فراق، كلمة منية بعد معناها موت، وكم كلمة هتقابلنا كده بيتكرروا كتير، وهم جداد. اوكي جداد بس مش هيفضلوا جداد حتى نهايه العمر يعني صح؟ صح، يعني دلوقتي خلاص لو قابلتني ده هتبقى جديده برضو ولا المفروض نعرفها؟ المفروض نعرف. يبقى باين معناها ايه؟ فراق. باين معناها ايه؟ فراق فراق جودي شاذة باين معناها ايه؟ فراق روان. الفراق طيب على طول. يلا كملي يا جودي. وقومي يعلمون لرب يوم. لرب يوم، شفتها؟ لرب يوم يعني ربما يوم. لرب يوم شددت بما آلم به نطاقي، وأدفع عنهم والجرم اللي هو الذنب، وأدفع عنهم الجرم فيهم. لا وادفع لا إيه؟ عنهم مش الجرم فيهم، لا وادفع عنهم والجرم فيهم، وانا عارف ان هم غلط، انا بدافع عنهم وانا عارف ان هم غلطانين. كمين لئيم الجميع بالكلام جميع ولا الصلاح. الجمع؟ ايه جميع ولا الجمع؟ الجمع الجمع يعني الناس، ها بالكلام الصلاة. اه الصلاح يعني الفصيحة. هو بيقول انا بدافع عن قبيلتي حتى بقصائد قويه. آه يعني شرحت لك. يلا تعالي نرجع نشوف هو عايز ايه. اول حاجه بيقول لي ميز ما يدل ما لدلاله قولي الجرم فيه، ده بتدل على العصبيه القبليه الفخر منادره العداء كثر الحروب. هتبقى العصبية القبلية. العصبيه القبليه تمام. حد مش فاهمها يعني ايه؟ تمام يلا رعون ولا شذا؟ المفروض جودي جودي روان شذا ماشيين كده. ماشي يلا رعون ايوه بسم حضرتك. يلا. السؤال اللي بعده، ما السمة الاجتماعية اللي اتسمت بيها حياة العرب في البيت الأول؟ في البيت الأول أرى لهوا تعرض الفراق بعد بين واتفاق. السمة الاجتماعية مفيش أي كلمة فاهمها يعني، كلمة مثلا أي كلمة عرفتي تقريها كلمة إيه؟ مش قصة كده، مش فاهمة السمة يعني أقول لك حاجة، صفة ايه هنتكلم عنك بالظبط. دلوقتي. إحنا عايزين سمة اجتماعية يعني حاجة لها علاقة بالحياة الاجتماعية، صح كده ولا لأ؟ صح. طلعي لي أي كلمة بالبيت تعرف تقريها، كلمة واحدة بس بتعرف تقريها. تمام ثاني برو تاني. انا وانت تعرض للفراق يعني انا مش وبين فاهم هو بيقول ايه، بس انا فاهمه كلام كل كلمه لوحدها صح كده يا رام؟ اه طب قولي لي فايه الكلمات اللي انت فهمتيها كاني بسالك على أرى لهوا يعني في يعني في لعب وكده. تعرض للفراق وبين بعد بين واتفاق، هما اتفرقوا بعد ما كانوا متفقين حاجة زي كده يعني في فراق وفي صح. لقاء.
طب ده بيدل على ايه رأيك؟ فراق واتفاق. هنا بيقول لك ان لهوا اتعرضنا للفراق، يعني انا قطعت ناس. لهو يعني ايه لهو؟ كلمة اللهو مش اللعب بس، اي شيء من غير فايدة يبقى اسمه لهو، اي حاجة ملهاش فايدة يبقى اسمها لهو. طيب فانا تعرضنا لخلاف مع ناس كان في بينا وفاق بينهم، او تعرضت للبعد عن ناس كان في بينا وصاف. فهي تحتمل المعنيين، يا اما احنا كنا كويسين مع بعضينا وبسبب، وده المعنى الاغلب لان الابيات اللي بعد كده اكدته، ان انا بقى حصلت مشاكل بيني وبين الناس بسبب ان انا دافعت عن حد من قبلتي. مش ده معنى الخلاصه يعني؟ عارفه عارفه الاجابه يعني بمنتهى البساطه ايه يا روان؟ باي. الصراعات، كثره الخلافات والصراعات. يعني انا تمام. مبسوطه ان انا مش فاهمه كل حرف، بس انا فهمت ان في فراق وفي خلاف، وكان في حد من قبيلته بيدافع عنه، مش ده اللي فهمناه خلاصه؟ كثره الخلافات والصراعات، بس كده خدت اجابتك زي الفل. فاهمين اقصد ايه؟ فاهمين الموضوع بيتحل هو ازاي؟ كان بيقول السمة الاجتماعية، فافتكرت هو بيتكلم عنهم نفسهم، هما كانوا عايشين فين، كانوا حاضر ولا كنت بفكر في حاجة تانية خالص فرق، أصلا. ما هو مش كل حاجة هتبقى من اللي احنا مذاكرينه. على فكرة تمام. أوقات، على فكرة بيبقى في أسئلة محددة، يعني مثلا يقول لي إيه إيه سمات المعاني في العقد من الأبيات، وما يكونش ولا حاجة من اللي احنا واخدينها موجودين. خلاص أنا ما فيش حاجة من اللي أنا مذاكرها موجود، يبقى أنا فتح مخي بقى. فما أنا أقصد الدنيا بتمشي إزاي؟ فهمتي ولا لأ؟ فهمتي إحنا جاوبنا ده إزاي ولا لأ؟ فهمت. هي يبقى في هي صراعات وخناقات. هي مش المشكلة انا فهمت السؤال ده ولا لا، لا انا عايزة النهاردة نعرف نحل ازاي. عرفنا احنا بنحل ازاي اصلا؟ يا مستر، تمام. تمام يلا، ها ننقل في اللي بعده ولا اعيده؟ طيب السؤال تعرفوا الجاي سؤال ذكاء، مين اللي عليه الدور؟ مين اللي هياخد سؤال الذكاء ده؟ يلا هو أي سؤال في ذكاء بتيجي عليا، وأنا طيب، الحمد لله. استنتج من الأبيات الفن الذي برع فيه العرب مدللة على ما تقول. سؤال ذكاء. يلا يلا فيرينا بقى، فيرينا. لما برعوا العرب معروف في الشعر والنثر. عايزاكي تستنتجي من الأبيات، وهنا بقى زنقك في إيه؟ دلل على ما تقول، يعني تطلعي لي الجملة اللي فيها الكلام ده. الله. كده كده عموما عموما حتى لو ما قالكيش دلل استخرجي، عشان لو انا مثلا ايه المكان البيت اللي الاجابه صح وانا كاتب بلح، بس هاخد الدرجه من ده مطلعه البيت صح. تمام. هو هيبقى الشعر. استنتج بقى من الابيات اللي فوق. ثانيه، اديني فرصتي. الدنيا الرقابات كلها من اولها لاخرها كويس. بينما بعد ذلك وقالوا مني على من يدرك سلوبنا يا منشد بما انا به نطاق وقصت عنهم كلمه فيه. انا في حاجه تانية عليها، بس انا مش عارفه انا قريتها هي صح ولا غلط. وادفع عنهم ايوه، والجرم فيه. والجرم فيهم. ها والشطر اللي قدامه لئيم الجميع لئيم بالكلمي، الجمع، لئيم الجمع، انا بدافع عنهم من لئيم الجمع. لئيم الجمع. تمام، اتفضلي. الاجابه فين؟ الاجابه انت اللي تفضلي حبيبتي. هاخد وادفع عنهم. والجرم فين؟ و تمام. والبيت التاني هاخد منه اخر كلمتين بالكلم الصلاق. ايوه ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا شباب ده؟ هتبهرينا ولا ايه؟ شكلك انا جت هتبهرينا. معايا حظ، على فكرة انا جت معايا حظ. متاخدوش هنا بالك. يبقى ايه اللي بيدل على ايه؟ ان هو بيدافع عنهم بالكلام، يبقى شاعر صح كده ولا لا؟ صح. ممتازه ممتازه. ايه يا شباب ده؟ لا انا انبهرت النهارده، انبهرت. انا قريت المعنى اللي تحت. صلاق ده يعني ايه؟ قال لي فصيحة. بس هي كده، هي على فكره ما بتتجاوبش كده. انتوا متخيلين ان انا هبقى فاهم، هفهم الابيات كويس واحل على اللي انا فاهمه؟ مش شرط خالص، هي بتتحل كده، هي الدنيا بتمشي كده. طب بتيجي حقيقه هتوصلي لدرجه مع الحل الكتير ان انت ممكن تكوني مش فاهمه الابيات بس تحلي كله صح. تيجي منين؟ ان انا احل كتير. تمام؟ تمام ايه الدنيا تمام بدات تمشي كده اوضح من الاول ولا لسه برضه؟
اوضح لا لا بكتير. احسن من الاول. جميل، يلا مين اللي على الدور؟ جودي يلا جودي قال عمرو ابن ما مرة تلعب دي. ها مرة العبدية، إذا ما أظن أكذب في أناسي، رميت بصدقه ستر الغيوب. وقال شاعر آخر، ألا إن عين المرء عنوانه عين المرء عنوان قلبه. تخبر عن أسراره شاء أم أبى. عن أسراري. شاء أم أبى، أبا يعني إيه كلمة أبد؟ مين يعرف؟ غصب عنه. الله ينور عليك، حلو. اسأل هنا سؤال ذكاء برضه من أسئلة الذكاء. ها تنتج من بيتين ما برع فيه العرب في العصر الجاهلي. الباقي واجب، لغاية ما هنوصل الباقي واجب. ماشي، تمام. مع هتبقى الفروق الاقتراح هبعت لكم رقم الصفحة بتاعتي. ايه؟ مع قطع القراءة هبعت لكم رقم الصفحة بتاعتي. تمام. تبقى الإجابة الفراشة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ برافو عليك، صح. مين شجرة ولا جودي؟ جودي. ايه يا جودي ده؟ ايه العظمة دي؟ روان هربت. يلا يا شباب، تمام، فاهمة كل دي؟ الأسئلة بصراحة هو بيقول ايه، عين المرء بتفهمني، وعين المرء بتفهمني ايه العلم ده. احنا قلنا ان هم كانوا بيعرفوا صفاتهم من شكلهم، صفات الاشخاص من ايه، من اشكالهم، في الفراسة. يلا يا استاذة، استنتج من البيتين سمعة سمات اللفظ في الشعر الجاهلي. اجاوب سؤال زي ده ازاي؟ بالذات السنين السمات. تمام يا مس. اسمعوني لحظة، اول حاجة اسألي نفسك ايه السمات اللي انا حافظاها، ايه سمات الشعر في العصر الجاهلي يا استاذة جودي؟ السمات اللي هو المفروض المعاني والألفاظ والأساليب. هو بيسألني عن ايه هنا في السؤال، بيقول سمات ايه؟ سمات الألفاظ. الألفاظ، جودة، يعني أقول له مثلا إزاي أستخدم اللفظ صح لا ومعناه يبقى واضح. ثانية ثانية، أول حاجة أنا عايزاكي تجاوبي ده السؤال، السمات بالذات، عشان سؤال السمات ده كل عصر هلاقي سؤال سمات. ثاني راوند تدخل، طيب عشان السؤال ده مهم، ركزوا معايا بقى نجاوبه ازاي. راوند بس تدخل عشان تبقى سامعانا. راوند معايا؟ روان لسه ما فتحتش المايك. لغايه ما تفتح، مين اللي عليه الدور بتحل معايا شغله صح؟ اول حاجه هو بيسالني، بيقول لي ايه، استنتج من الابيات سمات الالفاظ في العصر. الكلام ده يمشي على اي عصر؟ العصر الجاهلي بقى، يمشي على العصر الجاهلي الاموي. هنحل بنفس الطريقه، يعني مش بتكلم نفس الإجابة بس نفس طريقة الحل، فاهمين هنعمل إيه؟ طيب، تمام. أول حاجة أروح أطلع من كتاب من الحاجات اللي أنا حافظاها عادي سمات الشعر في، أو اللفظ في العصر الجاهلي، وبعد ما أطلعها أشوف إيه السمات من دي اللي موجودة في الأبيات، وهي دي تبقى الإجابة. ايه السمات الشعر او اللفظ في الشعر العصر، في شعر العصر الجاهلي؟ اللي هو جودة استعمال الألفاظ في معانيها. استعمال الفاظ في معاني. تاني حاجه ايه؟ ويكون معانيها واضحة. الوضوح. ثواني بس كده، مش بدي بس، هي ما كانتش مكتوبة بوضوح، بس نمشي يعني، هي القصد في استخدام المجاز، خلينا ماشيين زي ما هي مكتوبة بالظبط، في استخدام المجاز. امتى بفكر في حاجة غير اللي مكتوبين؟ لو ما ملاقيش حاجة من المكتوبين. آخر حاجة، حاجة عدم ايه؟ التكلف في المحسنات البدائية. التكلف في استخدام، هقول لك يعني المحسنات البديعية. المحسنات البديعية، فاكرين أول سنة لما كنا بناخد